باسم الكنيسة القبطية ومجمعها المقدس نودع على رجاء القيامة قداسة أبينا الحبيب راعي رعاتنا ورئيس رؤساء كهنتنا ومعلمنا وأبينا ثالث عشر الرسل قداسة أبينا الحبيب البابا شنودة الثالث نودعه على رجاء القيامة. ونحن يا أحبائي إذ يعز علينا رحيل أبينا الذي تربينا على يديه منذ أكثر من نصف قرن ترك أثرا عظيما في حياة الكنيسة بل وفي العالم كله. قداسة أبينا الحبيب الذي نعتز بأبوته لن ننسى عمله معنا في كنيستنا. يا أحبائي إن الكلمات تعجز عن أن نصف حبيبنا وقائدنا وأرينا الذي تربينا على يديه. لقد ترك لنا مثالا في القيادة، كان موسى النبي في عصره، كان يشوع في عصره، كان نحمية، كان يوحنا المعمدان، كان بولس الرسول. إن قيادته أثرت في العالم كله. إن قيادته الحكيمة جعلت أولاده يؤمنون بصدق الوحدة الوطنية، فكان قائدا للوحدة الوطنية في وطننا. إن الكلمات لا تعبر عما صنعه البابا شنودة في جيله، ولكن سوف يستمر هذا الصوت إلى مجيء ربنا يسوع المسيح في مجده. هو يسمع صوتا اليوم، ادخل إلى فرح سيدك. ونحن نصلي أن يشفع فينا لكي ما يكون لنا نصيبا معه في المجد السماوي. ونحن إذ نودعه على رجاء القيامة نقول له: امضي يا أبانا إلى موضع راحتك، اذكر أمام عرش النعمة، صل لكي ما يكمل الرب أيامنا بسلام كما كملت أيامك بسلام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، أمين.